بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأكارم، مشاهدي تلفزيون حضرموت، من برنامج يا عواد، من هنا من ختم مسجد عثمان بن عفان بفوة المتضررين في هذه الأجواء الجميلة، في هذه الأجواء المفعمة بالإخاء، المفعمة بالمحبة أيضا. وهؤلاء المتواجدين أيضا معنا من أطفال وكبار أيضا، نحن نشاركهم فرحتهم في هذا اليوم البهيج، في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، عبر تلفزيون حضرموت. مشاهدينا الأكارم، دعونا ناخذ لقطات عن حول انطباعات الحضور أيضا، وحول انطباعات الجانب الأطفالي أيضا. نحن سعداء كثير بلقائنا في هذا اليوم المبارك. شعورك وانت الان تشاهد هذه الفعاليات وتشاهد هذه الفرحه؟ والله شعور لا يوصف بصراحه، يعني حياه روحانيه وفرايحيه للاطفال كلهم جميعا، وعادات وتقاليد من قديم الازمان اهلنا وتراثنا يقومون به. نعم، يعني انت ما شاء الله اراك انك من المشاركين في هذا الختم وفي هذه الفعاليه. اكيد نحن من المشاركين ومن المنظمين في هذه الفعاليه، فنتمنى نجاح هذه الفعالية. طيب، كل سنة اعتدتوا على هذه أو على إقامة مثل هذه الفعاليات؟ طبعا هذا السنة السادسة قدها للحي، حي عثمان بن عفان. كل التوفيق لكم بإذن الله تعالى. شكرا لك. رمضان من السد افتحنا له، يا حي برمضان من الخلف اشرفنا له، يا حي برمضان ورشينا ورنقنا، يا حي برمضان. الله الله، ويا حي بك ايضا في ختم عثمان بن عفان. المثلى يما شلنقي، هاتي شلنقي يما يما، روحنا ادعي لنا. نفس الحال؟ لا لا، جيتي هنا؟ نعم. لأول مرة تحضرين هذا الختم ولا كل سنة؟ لا كل سنة. كل سنة. طيب ايش بتقولين للمشاهدين الأكارم في هذه اللحظات؟ رمضان كريم، كل سنة أنتم طيبين، عساكم من عواد. وأنت بخير إن شاء الله، وعساك من عواد شهرة. شكرا لك. مشاهدي تلفزيون حضرموت، في هذه اللحظات نلتقي بالعم سعيد وفي ختم عثمان بن عفان. عم سعيد، الذكريات الجميله اللي كانت موجوده. ذكريات حلوه كان، ذكريات طفوله، ذكريات حلوه. نعم. هذه كان حلوه. نعم. الان صبر الانقراض في هذا، لان ماشي تمام. وهذه الختومات وهذه الفعاليات تعيد هذه الذكرى، لكن بتعيدها بشكل طيب. اكيد، لكن نعم. حتى لو بالتقارب. ايوه شويه كذا معقول. نعم، كانت لمة الاهل وهكذا. اوه اوه، شيء طبيعي هذا. كيف كان؟ كانت حياه حلوه، ايام حلوه اول. نعم نعم، كان الختام، كان صيامه رمضان، نصيم نقعد حصه تحت الدار، وين الاطفال معاهم الزمزميه حق الماء. نعم. والكواب. نعم. واكل مقرمش وكريح البنيات، وهذا حياه حلوه انقرضت هذه. نعم. كانت عم سعيد، طبعا البيوت فيه تكون لما الاقارب يحضرون وهكذا، كيف كان الشعور؟ كان شعور طيب، شعور طيب كان. الفرحة، فرحة، فرحة جيدة أكيد. الألفة، المحبة، تقارب الناس، شيء يعني عظيم. يعني هذه الختومات لها فوائد عديدة. طبعا طبعا، فوائد كبيرة. الناس يوم مكلم يتشرم يديس، يعزمون مهلاتهم، تقاربون. نعم. الأطفال كيف؟ نعم. عم سعيد، صراحة نحن سعداء بلقائك تلفزيون حضرموت. صراحة نقول لك إن شاء الله خواتيم مباركة. خواتيم مباركة، أنا وياك إن شاء الله. كل عام وأنت طيب. نعم، وأنتم بخير إن شاء الله جميعا. ينعاد علينا إن شاء الله بصحة وعافية يا رب. الحمد لله إن شاء الله، ربنا يحسن الوضع كذا. اسمك؟ آية مراد بن زيد. آية، وأنت؟ رحمة ناصر بعباد.
رحمة وانت؟ روان سيف محمد علي بعباد. طيب رحمة وروان صح؟ آية وروان أو آية ومن؟ ورحمة ما شاء الله تبارك الله آية هي الآية رحمة الله عليكم نشودة معاكم صح؟ يلا نسمع. هل هلالك يا رمضان هل هلالك يا رمضان والله فرحنا وفرحنا لك صوم وطاعة للرحمن صوم وطاعة للرحمن. الله 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 الأصوات الجميلة هذه ها كل عام وانتم بخير ينعاد علينا وعليكم إن شاء الله بصحة وعافية شكرا لكم شكرا كل سنة وانت طيبة آمين. إيش بتقولين لنا اليوم أو بتقدمين لنا اليوم في ختم عثمان بن عفان؟ عندك انشودة؟ يلا نسمع صوتك حلو؟ لا بأس يلا نسمع خلود. هل هلالك يا هلابك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك صوم وطاعة والرحمة صوم وطاعة للرحمة. الله الله يا خلود شكرا لك يا خلود شكرا كل عام وانت بخير ان شاء الله. كرام مشاهدي تلفزيون حضرموت الآن هذه الفقرة لعبتك علينا طبعا ومعانا هذه الأمورة اسمك؟ فاطمة عبد الله بنت علب. فاطمة من هذه المنطقة؟ أيوة من فوق المتضررين؟ أيوة. فاطمة طبعا لعبتك علينا إذا أنشدت لنا أنشودة حلوة إجازتك علينا نحن سوف نتكفل باللعبة اللي أنت تختارينها موافقة؟ نسمع صوتك؟ يلا نسمع صوت فاطمة. يا حي برمضان من الخلف شرفنا له يا حي برمضان من السد فتحنا له وحنينا وخطبنا يا حي برمضان. الله 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 يا حي برمضان ومن الخلف شرفنا له هذه الهازيج الجميلة هذه الهازيج التي تعيد الماضي هذه الأرازيج التي صراحة عندما تسمعها يقشعر بدنك. طبعا فطومة معانا لك جائزة الآن راح نذهب إلى أي مكان من أماكن الألعاب هذه متواجدة معانا وتختارين الجائزة اللي أنت بدك تشترينها تمام؟ يلا نمشي. كارم الآن مع فاطمة وصلنا إلى هذه البسطة وفاطمة اخترت ايش؟ اختارت يا أستاذ لو سمحت فاطمة اختارت هذا نعم طبعا شكرا لك يا فاطمة وكل عام وانت بخير بخير انت بخير إن شاء الله شكرا لكم. معنا اثنين من الابطال الاطفال اسمك؟ صالح عمر زيد احمد بقران. صالح وانت؟ عمر عبد المجيد عمر سالم بحوارث. طيب صالح وعمر عندنا لكم مسابقه اللي يفوز فيها يتحصل على جائزه من عالم الفنون الجميله جاهزين؟ جاهزين. طيب برنامجنا اسمه يا عواد اسمه ايش؟ يا عواد. ايش اسمه؟ يا عواد. ايوه يا عواد انا ابغاكم الان اطول نفس طويل يتحصل على جائزه مقدمه من عالم الفنون الجميله تمام؟ ايش بتسوي؟ بتسوي كل واحد يقول يا عواد الى ان يوقف نسمك جاهزين؟ يلا نبدا بهذا يا عواد. ما شاء الله عليك يا عواد. ما شاء الله تبارك الله عليكم. طيب من أطول نفس أنت ولا هو؟ والله ما طيب الجمهور من أطول نفس؟ هذه في النظارات صح؟ اسمك قلت لي؟ صالح. صالح صالح شكرا لك وشكرا أيضا لهذا الحبوب عمر معانا جائزة مقدمة لصالح من عالم الفنون الجميلة ألف مبروك يا صالح كل عام وأنت طيب.
آمين إن شاء الله. وأنت بخير. الله شكرا. قل للجمهور من العايدين كل عام وأنت بخير. من العايدين قل أنتم بخير. وكل عام وأنت بخير إن شاء الله. أحب اليمن وأهل اليمن وهل تعشر الروح لليمن، حبي لها وعشت لها منذ الطفولة وكل الزمن، هي الحياة هي الأمن هي المأوى وأحلى سكن، فديت قلبي وعمري لها. فاطمة ما شاء الله غنت معانا عن اليمن، واليمن يمان والحكمة يمنية، وفي نحن في هذا الشهر الكريم، الشهر إن شاء الله تعالى يعيد اليمن، يعيد الأمن فيها، يعيد الأمان فيها، إن شاء الله تعالى تعود المياه إلى مجاريها بإذن الله تعالى. شكرا فاطمة، وهذه هدية معانا لك من عالم الفنون الجميلة لأنك أنت جميلة. شكرا لك فاطمة. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسقي حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسقي حياتي قرآن. الله 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 ما شاء الله تبارك الله. بدر صوت جميل، أداء جميل، حافظ كمان أيضا أنشودة كانت مناسبة جدا. رحمن يا رحمن، وتتكلم عن القرآن الكريم، ونحن أيضا في شهر القرآن وفي شهر رمضان المبارك. هذه الجائزة بدر مقدمة من عالم الفنون الجميلة، طبعا ألف ألف مبروك وكل عام وانت بخير. الكرام مشاهدي تلفزيون حضرموت، ومن هنا من مسجد عثمان بن عفان، ومن هذا الختم الجميل المفعم بالإخاء والمحبة، هنا من برنامج يا عواد نأتي وإياكم إلى ختام هذه الفقرات التي سعدنا بصحبة هؤلاء الأطفال وكذلك كبار السن الذين أدلوا وتكلموا عن الماضي قليلا وكذلك عن الحاضر. شكرا لكم من أعماق قلوبنا، حتى الملتقى بإذن الله تعالى، دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته. هذا باسم بن حسن يحييكم، وشكرا لكم من طاقم برنامج يا عواد.